اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم سهرتنا الرمضانيه. النهارده 6 رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. في البدايه برحب طبعا بضيوفنا المنورين في الاستوديو. في البدايه برحب مروان سري، احد اشهر يوتيوبر المهتمين بكره القدم. اهلا بيك يا مروان. اهلا بيك يا هيثم. اهلا بيك يا اسامه. الواحد سعيد ان هو طبعا معاكم قبل اي شيء، ويعني سعيد جدا ان انا في قناه النادي الاهلي، فده كان حلم بالنسبه لي، فحبيت ان انا في اول حلقه كده اقوله للناس بصراحه. اهلا بيك يا مروان، ومكسر الدنيا. وطبعا كابتن رامي، كابتن رامي سعد نجم البلاي ستيشن في مصر والوطن العربي، بس انا هقطعك. اهلا، ازيك يا اسامه؟ انا مبسوط جدا برضه ان انا موجود، وكابتن هيثم نورنا طبعا. نورنا يا رب. هتقطعني؟ ماشي تمام. مش بس انا بعترف من البدايه ماليش في بلاي ستيشن، انا ممكن اروح معاك في الايه، في الباسكت بول، ام بي اي، الحاجات دي ممكن تلاقيني شويه اقول معاك. في كره القدم يعني انا هعتمد بقى على احمد اسامه. هتعتمد ايه على اساس ان انا ليا؟ ايوه انا قلت كده برضه، يعني ايه بعتمد؟ لا ما تعتمدش، ده بتكلم بس. طب كويس قلت لي من الاول. بص انا يا هكسبك يا هتخسرني، انا ما انا يعني مفيش حل تاني. باد لوزر، مش ممكن. هتعمل ايه؟ هتكسر الدراع؟ هكسر الدراع. مش عايزين خسائر بس. لا بس احنا عايزين برضه يعني نقول للساده المشاهدين على التجربه، لان البلاي ستيشن دلوقتي ما بقتش يعني ما بقاش تواجد يعني، او لعبه بتتلعب في وقت الفراغ، ده بقى كارير. فيعني نبتدي بيك وتقول لنا ازاي الموضوع بدا معاك، وخدته ازاي في اتجاه احترافي بالشكل ده. انا الموضوع بدا معايا ان انا كنت بخش بطولات من وانا صغير، يعني انا كنت بحب العب بلاي ستيشن كوره عامه، برو ايفولوشن في الاول. بعد كده الموضوع اتطور ان بقى في العالم في حاجه اسمها اي سبورتس، وبقى في انديه، وبقى في بطولات. انا مضيت اول عقد احترافي ليا في 2018 مع نادي نصر الاماراتي. ودلوقتي يعني انت احترفت في الامارات؟ ده حقيقي. يعني احترف بلاي ستيشن يبقى الكلام فعلا بقى كارير. هقطعه بقول لك. محترف انا قصدي كده. هقطعه بقول لك. هقطعني مفيش اي مشكله. اتفضل. في 2018 انا كنت لعبت بطوله في دبي، عرفت ساعتها نادي نصر الاماراتي هناك ومضيت معاهم. وحاليا انا في نادي رعد، ده اول نادي رياضي تابع، اول نادي رياضه الكترونيه تابع لنادي رياضي، نادي مصري للاتصالات. هو نادي رعد الزراعه الالكتروني، نادي مصري للاتصالات. هنرجع لك عشان عندنا اسئله كتير، لكن نروح لموريسيو. صح، ده بيحب يروح مكسر انت الدنيا ورزيع، وليك متابعين جامدين. احكي لنا برضو ايه تجربتك كده، ايه في نبذه سريعه عشان ندخل في التقيل بقى في كره القدم. ولا حاجه، تجربتي ان انا واحد بحب الكوره جدا جدا، بحب اتكلم فيها، بحب اتابع الكوره الاوروبيه والمحليه. فقررت ان اخش في اليوتيوب واتكلم زي ما اي حد عايز يتكلم على اليوتيوب، ولكن اعلنت ان انا هرزع. فيعني قلت سميت القناه ارزع، فيعني عشان اقول للناس ان انا مش محلل، لان انا مش هضحك على الناس. فانا واحد زيك بقول لك الكلام الدارج في الشارع اللي بيتقال على هاوي على اليوتيوب، والموضوع انطلق. الناس حبت القصه وحبت الوجه الجديد او الدخله اللي انت داخل بيها، حبت المصداقيه. بالظبط. فيمكن هو ده اللي اداك يعني وضع كبير جدا، او تواجد بشكل كبير، مشاهدات عاليه على اليوتيوب. والنجاح دايما عند الناس، يعني هم انت اليوتيوب الراجل بيخش لك، اللي بيخش لك ده بيعمل سبسكرايب، هو داخل يتفرج عليك. كيلك. فهو ده النجاح. مش هيشوف التنين. مش هيشوف غيرك زي ما بيقولوا. فهو جاي لك، هو عايز يعني يتفرج. فيعني دول هم دايما اللي بينجحون الحقيقه. بس خلي بالك، كره القدم هي معشوقه الجماهير، وانت يعني الموضوع وكل الناس بتفهم في الكوره، خلينا اقول يعني. فانت لو ما قلتش الكلام اللي الناس فعلا حاسه ان هو هم اللي هم شايفينه او اللي حاسينه، صح، مش هتبقى يعني صح، مش هتلاقي الناس في قبول من ناحيه. ده اللي بيختلف من حد بيبقى الناس بتصدقه بيتقال. يعني انا اول ما دخلت اليوتيوب قلت لهم انا اهلاوي، يعني ما هو يعني ما احنا كلنا يا جماعه يا اهلاويه يا زملكاويه يا بنشجع نادي تاني، فهي يعني لازم يكون عندك انتماء. فانا بقول انتمائي، وبقول في نفس الوقت اللي انا شايفه صح في الاهلي، واللي غلط في الاهلي، واللي صح في الزمالك، واللي غلط في الزمالك وبقيه الانديه. فده اللي خلى الناس والله الراجل بيتكلم صح. لما اتكلم ايه الغلط في اي نادي اخر ما حدش بيزعل، والله بتكلم ده بيتكلم على الاهلي برضه بيقول اللي غلط فيه، وبقول لهم عشان عايزه يتحسن. فهو هي دي العلاقه اللي اتبنت، اللي هو لا والله الراجل ده بيتكلم صح، وبيتقال اللي هو حاسه. دايما بيتقال لي في الكومنتات انت قلت كل اللي انا عايز اقوله. هو ده ماشي كده. فهي دي. طب بدات التجربه دي امتى؟ بدات التجربه في 2018 قبل كاس العالم، زي دلوقتي كده يعني. قبل تصفيات كاس العالم، ولكن المره اللي فاتت رحنا للاسف، يعني الحمد لله يعني تتعوض الكاس العالم اللي جاي. ولكن كانت ظروف زي دي، فقررت ان انا ابتدي، وكنت بعمل فلوجز من الملعب، كانت لسه يعني القناه فاتحه جديد. ومن هنا انطلقت الموضوع لحد ما وصلنا ورحنا، ورحت روسيا وغطيت كل الماتشات. كنت فرق كاس العالم كمان ده في الاخر بقى يعني. بعد شوف يعني هي المصادفه السعيده ان هو بدات مع كاس العالم، فمع توفيق ربنا ليك والمتابعين عندك، تلقيت دعوه من الفيفا. صح
صح بحضور قرعه كاس العالم. هنرجع لك نتكلم عن قرعه كاس العالم واللي انت عملته هناك والنجوم اللي انت صورت معاهم، قص لك صوره عشان تبقى كده قفلت اللعبه معاك. اه معايا شفت انا احب كده. اه انا فاهمك. ونروح طبعا لرامي بقى. رامي يعني احنا طبعا في النادي الاهلي دايما بيحب يكون له الرياده في كل شيء. صحيح. من وجهه نظرك فكره فيفا ودوري الفيفا ازاي نقدر نطبقه في مصر؟ وفي دول عربيه مطبقاه او افريقيه مطبقاه وبتشارك، او انديه كرويه مشهوره في افريقيا او في الوطن العربي، انت قلت خلاص احترفت في الامارات وكده، ازاي نقدر بقى نستخدم ده في مصر بالظبط؟ بص، هو الاي سبورتس زي ما قلت لك هو مصطلح الرياضه الالكترونيه دي معمول فيها بطولات في العاب كتير من ضمنها فيفا. في حته الكوره وان الدوري يبقى معمول للدوري المصري لعبه الكترونيه وان هم يبقى فيها بطل ويسافر ويشارك في البطولات دي بتبقى من اتحاد الكوره. يعني الكلام دوت اتقال لي انا يعني كنت تحت مظله اتحاد كره القدم لازم بالظبط. اه يعني مش يعني مش مثلا في اتحاد هيبقى العاب الكترونيه، لا ده انت رايح تحت مظله اتحاد الكوره. هو في اتحاد العاب الكترونيه اوريدي موجود في مصر، بس انا كنت مشارك في بطوله كاس عالم انديه، وهناك قابلت الناس المنظمين بتوع البطوله من فيفا، وهم قالوا لي ان هم بيتعاملوا مع اتحاد يعني في كل دوله بيتعاملوا مع اتحاد الكوره بتاعهم الرسمي بالظبط كده، لان اتحاد الكوره هو اللي ما عندناش دوري لغايه دلوقتي. يعني ما عندناش دوري بشكل منتظم عشان يعني ما هو المفروض ان شاء الله ان شاء الله في الوقت اللي جاي في الفتره اللي جايه السنه اللي جايه ربنا يكرم ان شاء الله يبقى في دوري. الاتحاد الكره المصري ان شاء الله زي السعوديه ليها دوري، وده الموسم الثالث. دي مشاركتك في كاس العالم؟ اه ده كاس عالم انديه، ساعتها كنت في نادي نصر في نادي الاماراتي. اه لعبنا ساعتها، كانت في انديه كبيره كان يعتبر اكبرها مانشستر سيتي وبازل. كنا اتاهلنا لها من تصفيات على الشرق الاوسط. على الشرق الاوسط؟ اه. في كوريا هي كل العالم متقسم ريجنز في فيفا، وفي كل ريجن بيبقى فيه تصفيات بيتاهل لها عدد انديه معينه. كان كام فريق في كاس العالم؟ كان 24، وعلى الريجن بتاعنا كان بيتاهل ناديين. ناديين؟ اه. ايه النادي اللي تاهل معاكم؟ نادي اسمه باور، ده كان نادي سعودي. اه. اللعبه انا دلوقتي عايز اعرف الناس انا بلعب ازاي وبروح العب كاس عالم انديه، شروطها ايه، قواعدها ايه؟ ما انا ممكن انا ومروان دلوقتي ناخد بعضنا احنا بنلعب بس هو يمكن لعبته كتير وقطعته الفيديوهات موجوده على اليوتيوب. بس هو يمكن برضو يعني سؤال برضو ده مرتبط بحاجه تانية. يعني هو قال ان السنه الجايه اتحاد الكوره هيبتدي ينظم الموضوع صح. شباب كتير بيلعب بلاي ستيشن بيتفرج علينا بيحب اللعبه بجنون، يعمل ايه يعني؟ يبتدي منين ويروح فين عشان يخش رسمي عشان ياخد الهرم من تحت لفوق؟ ميزه ان انت تخش وتشارك في البطولات ان انت مش محتاج ان انت تبقى تابع لنادي. حلو. يعني انت ممكن ليك نقط انت على المستوى الفردي. على المستوى الفردي بالظبط. انا بس بخش بقدم ان انا عايز ابقى موجود في التصنيف بتاع اللعبه ده على الاي سبورت اللي هو اه بالظبط كده. اي سبورتس اللي هي اللعبه المنتجه فيفا. امتى في السنه؟ في اول اللعبه ما تصدر هم بينزلوا كيفيه الاشتراك في البطولات. اول الفيرجن الجديد من اللعبه او النسخه الجديده بتنزل شهر 9، بيفتحوا شهر 12 ولا بتنزل في شهر 9 او 10. أوه. التسجيل السنه دي كان يتقفل مع اخر شهر 12. حلو. الناس تتابع بقى وتخش تسجل على الموقع بالظبط كده، بيعمل ريجستريشن خلاص هو بقى لعيب يبتدي يشارك في بطولات. البطولات دي اجندتها بتبقى فين؟ وانت بقى ان انت سجلت بيبقى في طريقه هم محددينها لان انت تتاهل لان انت تشارك في التصفيات للمنطقه اللي انت تابع ليها. ممتاز. مجرد ان انت جبت النقط ديت او عرفت تتاهل بتشارك في التصفيات، ولو عرفت تكسبها تسافر بقى تلعب البطولات اللي هم بينظموها. ده الطريق الحالي. اللعبه دي فرديه ولا زوجيه ولا قصتها ايه وقواعدها ايه؟ ما هي اللعبه بقى كل شويه عماله بتتطور. اللعبه فرديه وفي نفس الوقت زوجيه. ليه؟ لان بقى في انديه كتير بيشاركوا في البطولات دي. فانت عندك انديه كوره عالميه، مانشستر سيتي وبازل وليفربول وكل الانديه ديت عندهم اي سبورتس تيم. فده الجزء الزوجي. بتخش بقى في الحاجات دي بتشارك في كاس عالم الانديه. كاس عالم الانديه بيبقى نظامها مختلف عن نظام البطولات الفردي. الفردي انت ينفع تخش من غير نادي، بس الزوجي لازم يكون ليك نادي. لازم يكون ليك نادي. حاجه في المركز الثامن صح؟ خسرنا في الدور الثامن. بس كويس يعني فرق جول. لا بس كويس. بس طب هو يعني النادي الاهلي يعني اكيد الناس تتمنى انه ينشئ فرقه، ولا انا غلطان؟ اكيد طبعا. أكيد. هو الموضوع ده ليه شقين. اول شق انت ما بتشوفش ليه الانديه المصريه في لعبه فيفا، ده برضو ليه علاقه بالحقوق وان احنا محتاجين نروح لفيفا نفسها ونتكلم معاها ان الدوري المصري يبقى موجود. برضو اتحاد الكوره هو المنوط بيه ان هو يروح يتكلم مع فيفا او اي سبورتس بحيث ان هم يدرجوا الدوري المصري في اللعبه. الشق الثاني بقى ان النادي الاهلي يبقى ليه ذراع الكتروني. ده بيجي ان
خلاص هو التوجه دلوقتي يعني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان قال لك ايه، ان دلوقتي النشء الصغير او الشباب الصغير يروحوا يتفرجوا على اللعب فورتنايت مثلا او يلعبوها اكتر، يعني مشدودين ان هم يتفرجوا او يلعبوا اللعب دي اكتر من مشاهده كره القدم. فايد الفكره العالم كله بيتجه للرياضه الالكترونيه ليه؟ لان هي القادمه بقوه في هذا المجال. طب انت بتشارك لو شاركت فردي بتشارك باسم فرقتك ولا بتشارك باسمك الشخصي؟ ما انا دلوقتي عشان لاعب محترف في نادي، فلما بشارك بشكل فردي انا ببقى هم عاملينها رامي سعد لاعب نادي رعد. بتلعب باسم النادي؟ باسم النادي بالظبط. انت فرد بس اسم النادي بالظبط كده. بس لو انت مش منتمي النادي بتلعب باسمك، بيبقى مكتوب ان انت من غير نادي، فبالتالي الانديه تيجي تقول لك هو انت وصلت للمرحله المتقدمه دي، فانا عايزك تمضي معايا. بالظبط كده. برافو حلو. تمام هنرجع لك انت فاهمنا عشان اعرف انت بتلعب بنادي ايه بالظبط. لا انت مش هترجع له عشان انت شكلك عايز تلعب، عايز تحترف. هقطعه. ماشي. نروح لك بقى. تعالى لي. قرعه كاس العالم طبعا، وجات لك دعوه من قبل الفيفا ورحت حضرت. احكي لنا بقى كواليس الرحله دي، كواليس النجوم اللي انت اتصورت معاها، الاجواء كانت عامله ازاي في عدم وجود مصر في قرعه كاس العالم؟ دي كانت يعني اكتر حاجه مضايقاني في الموضوع، يعني مش هناك. الواحد على قد ما كان جات له فرصه ذهبيه من اليوتيوب، انا سفير لكاس العالم من بقالي سنتين، من اول ما ابتدى المشروع بروح دايما احضر افتتاحات الملاعب الجديده. اختاروك ازاي؟ والله اساله مش عارف. لا انا بسالك انت اكيد عارف. يعني الدعوه جات لك ازاي؟ بعتوا لك ازاي؟ الحاجات دي تبسطنا، انا احب نعرف. بالعكس هم شافوا شغلي على اليوتيوب، هم هناك الناس في قمه الاحترام، متابعين دايما السوشيال ميديا، بيهتموا بيها جدا، وده الشيء المبهر بالنسبه لي. نوع من انواع الدعايه ليهم اصلا كلامنا جدا منظمه جدا التفكير حتى، يعني احنا الاثنين كسبانين، هو بيديني ازاي فرص كبيره جدا ان انا احضر من الاول خالص، ازاي ابقى سفير لكاس العالم، في نفس الوقت هو الشباب عارف انها بتبص علينا احنا. عارف ان الشباب دايما معانا وبتتفرج على الكواليس، فبيديني حصريات ان انا اروح الملعب، انزل الاوض. بعتولك ازاي بقى؟ بعتولك ميل؟ كلموني جدا. كلم. عادي جدا، تعالى احضر الاول ماتشات اتفرج. رحت واستقبلت، لقيت البروجكت غير عادي، البروجكت اللي بيحصل شرف لاي حد عربي ان ده بيحصل في دوله عربيه دلوقتي. ما كلمتلوش على مباراه الاعاده؟ كنت هقول له. كنت هقول له الليزر وبتاع، لقيته مشغول، قلت له اكلمك بعدين في العشاء بقى لما احنا قاعدين. لما انا واخد بالي. يعني بعدين يا انفنتينو عندي موضوع اكلمك فيه. لا الحقيقه طبعا كميه النجوم اللي كانت في الحفله شيء مبهر، يعني احنا يعني اكتر حفله اشوف فيها النجوم اكتر من البني ادمين العاديين. حسيت ان انت في كاس العالم، ابتدت البطوله، حسيت البطوله ابتدت. القرعه كمان بتديك ايحاء ان هيبقى اعظم كاس عالم في التاريخ، القرعه اللي معموله، واعرف ناس كتير كانت معايا راحت يعني كذا قرعه في كذا دوله. لا المعموله يعني مختلف، معمول شكل حلو، كانت ينقصها اسم مصر. نعم. المشاعر بقى اللي حصلت من الاخوه العرب هناك وبعض الضيوف، يعني فكره غياب مصر عن كاس العالم واحنا كنا في اخر مرحله وبنلعب امام السنغال وخرجنا بركلات ترجيح، كان الانطباع هناك ايه؟ مش عايز لان لك... خاصه ان الجماهير المصريه كانت ممكن هتعمل نجاح كبير على الاقل لمباراه مصر هناك. اكتر حاجه سمعتها هناك هو احنا افتقدناكم انتوا منتخب الجزائر. اكتر جمله اتقالت لي احنا متضايقين قد ايه ان منتخب مصر والجزائر بالاجواء اللي شافوها من كاس العرب. لا بطولة عربية بالظبط، كاس العرب كان لسه خلصان. فشافوا قد ايه تاثير المصريين والناس اللي عامله اجواء في الاستاد، وكان كل ده متسجل في الفلوجز اللي رحت كل الماتشات، حتى في ماتشات تانية رحت للسعوديه، رحت للمغرب، رحت لتونس. فالاجواء بصراحه كان نفسنا نكون الست منتخبات العربيه موجودين في كاس العالم في قطر. نعم. وبالتالي تجربة مش هتنساها قرعة كأس العالم. طبعا طبعا تجربة مش هنساها أبدا، يعني أنك تحضر في يعني أول صفوف في القرعة، ده شيء بصراحة يشكر عليه اللجنة المنظمة العليا اللي اختارتنا كلنا، مش أنا بس، هم يعني في كل دولة عربية ومن العالم كله في سفير هم جايبينه عشان يغطي الأحداث دي وياخد الحصريات دي عشان يوري للعالم إيه اللي بيحصل. بيبقى جميل لما تتعب وتعمل اللي عليك وتجتهد في شغلك ويجي الكرم من عند ربنا. طبعا حلو. طبعا اول حاجه طبعا حاجة. هو بمناسبه وتواجدك في البطوله العربيه، انت كنت متواجد ايضا في مباراه الاهلي والرجاء، واحنا هنلاعب الرجاء في دور الثمانيه، وكنت متواجد في لحظه ركلات الترجيح والسوبر. الشعور اللي كان في المدرج بقى، انت واحد من المدرج وقتها. كان شعور جماهيري النادي الاهلي قبل ما يسجل طاهر الهدف، وعايز تقول ايه قبل مباراه الاهلي والرجاء واحنا رايحين نواجهه الثاني في دور الثمانيه؟ بص لما كلمتني على الماتش ده حسيت ان يا لا كانت الاجواء بصراحه صعبه جدا، وخاصه ان انا كنت هناك بقول لك عشان كاس العرب، فكل جمهور الاهلي عندي في الكومنتات خليك يا سري، خليك يا سري، خليك يا سري، الاهلي جاي لك، اوعى تمشي. وبالفعل رحت
وقررت ان انا استنى بعد ما كله مشي، قعدت هناك عشان انا عارف ان الاهلي هيصلح لي اللي حصل. انا متاكد احنا بقى لنا 5 شهور على الوضع ده بالظبط. ويعني انا عندي جمله كده بقولها حتى في دايما في فلوج، ما يفسده المنتخب يصلحه النادي الاهلي. احساسنا اللي كان نفسنا منتخب مصر قوي يكسب البطوله، حتى البطوله العربيه دي الاخص طبعا، كان نفسنا ان هو يكسبها، ولكن الواحد ايه حس ان الاهلي قام مطبطب عليه، عارف اللي هو ايه الاجواء. في انا كمان خدت ده درجه ثالثه، قلت بقى انا هقف زي ما كنت بقف زمان قبل اليوتيوب، وارجع تاني درجه ثالثه واقف في وسط الناس دي واشوف طبعا الاجواء ما بيسكتوش. انا متاكد، انا باكد لك الجون جه بسبب الناس اللي كانت واقفه في درجه ثالثه، مفيش لحظه سكتوا فيها. انا كنت بصور فلوج، فساعتها الجون الاولاني حتى اللي دخل فينا من الرجاء انا ما حسيتش انه دخل، يعني انا ببص ورايا والله العظيم ورايا لقيت ايه 1-0. قلت لهم هو دخل امتى؟ ما ادونيش ايحاء وانا بص لهم، مفيش صدمه، ما نزلتش الصدمه، احنا مكملين يعني، مش ما فيش واحد قال ايه ده، لا انا مكمل. بص انت اول يعني ما نكشته كده بس في موضوع الماتش، بص المشاعر الطاغيه اللي ظهرت جدا 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 يعني ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، ان ازاي نطالب النادي الاهلي يكون فيه حضور، وبرده رامي يشاركنا الحوار فكره الحضور الجماهيري ودور الجماهير وجماهير النادي الاهلي تحديدا اللي هي دايما بنقول رقم واحد في مباراه الاهلي والرجاء الجايه. انت شايف الموضوع ازاي، وكان احساسك ايه وانت بتقابل الرجاء تاني واحنا واصلين معهم لركلات ترجيح؟ يعني طلعك من الالكترون شويه، ندخلك بقى في القلب. لا لا، ما هو زي ما مروان قال بالظبط، انت الجول احنا التعادل، انا مشاعر هيستيريه وانا قاعد في البيت، فما بالك بقى من الاستير اللي كان في الملعب. صح، واللعيبه في حد ذاتها برضو لما تقعد تسمع الجماهير وعماله بتشجع تشجع تشجع، ده بيفرق، اكيد بيفرق، وارهاب للمنافس. يعني احنا لما روحنا مثلا السنغال، ما الجماهير هناك كانت ايه الدنيا، ما احنا ضغط عليهم بالظبط. في نفس الوقت برضو انت هنا لما هتيجي تلعب برضو اي بطوله، الماتش اللي على ملعبك انت عايز جماهيرك. طب خلينا لينك معاك دي بالبلاي ستيشن، يعني يمكن هل انت مبارياتك اللي بتلعبها بتبقى متابعه متشافه، يعني في جمهور ممكن يتابعوها؟ انا من جمهور يعني مش مهم. لا انا قصدي ان انا عايز اتفرج له على ماتش. اوكي، انت عندك بطوله بتلعبها، عرفت في بث ليها او نقل او قنوات؟ لا، مئات الالاف بيتفرجوا على البطولات الرسميه اللي بقول لك اللي احنا بنتاهل ليها دي، التصفيات لما تكون متذاعه اونلاين ناس كتير جدا. شفت يعني مهمه جدا، مهمه البطوله. كان في بطوله يعني هو عربية. يمكن كان نفسه يبقى لعيب كوره، بس دي هتحقق له اللي هو عايزه، هتحقق له اللي هو عايزه. يعني انت حاجه زي كده بتبدع بفكرك في الملعب بالظبط، بتمتع مئات الالوف وبتتفرج. الموضوع بتاع حتى في لعبه فيفا الموضوع كوره، يعني انت دلوقتي فكر كرة. جدا جدا، وهو اللعبه نفسها كل سنه بتحاول ان هي تقرب اللعبه من الواقع. الواقع صح. يعني السنه دي مثلا جابوا 22 لعيب نزلوهم الملعب 11 ضد 11 ولبسوهم البدل يشوفوا تحركاتهم ازاي في الملعب. ليه؟ علشان الذكاء الاصطناعي بتاع اللعيبه يبقى زي ما اللعيبه فعلا في الحقيقه بتعمل، واقع، اللي هم عايزين يقربوها جدا من الواقع. فالموضوع تكتيكي. بتلعب فريق مين يا رام؟ في بقى مودز كتير في اللعبه، المود اللي بنلعب فيه كل التصفيات والاحتراف كله فيه التيمت تيم، انت بتجيب بتشكل الفرقه زي ما انت عايز، فبتجيب له حد مثلا قيمه تسويقيه معينه ولا عادي جدا؟ يعني مثلا زي فانتازي انت ليك 100 مليون تقريبا صح؟ 100 مليون هي ليها رولز بس مش زي الفانتازي، يعني هي ليها عمله برضو، انت الكوينز تشتري اللعيبه بالكوينز وعلى حسب اللعيب ده مطلوب في السوق ولا لا، فبالتالي سعره بيبقى متحدد هو غالي ولا رخيص، ليها قواعد كتير، بس انت في الاخر بتشكل الفريق اللي انت عايزه عشان في الاخر ما يبقاش ليك حجه. انا عايز اروح ليك سؤال مهم جدا، انا شفت لك يعني رياكشن ماتش القضيه 27 نوفمبر، الاجواء في مصر جماهير اهلي وزمالك كلهم على اعصابهم، انتوا جالكم قلب منين تتجمعوا في مكان واحد اهلاويه وزملكاويه؟ يعني قول لي عملتها ازاي انت والزملكاوي اللي قاعد معاك؟ كان لا مش كذا زملكاوي واحد، ده كان في كذا زملكاوي، كنا 3 زملكاويه وفي 4 اهلاويه تقريبا، لا وفي واحد اعتذر، يعني في واحد انسحب مننا قال لك زحمه ومش قادر، هو ايه جوب يعني بوجه له برضو ايه رساله مننا، انا عارف هو عمل ايه، لكن التجميعه دي كلها انها تيجي هي دي فكره اليوتيوب، هي دي فكره الفيديو اللي انا صح بعمله صح، ان اوريهم ازاي ان احنا لا قادرين ان احنا نقعد جنب بعض، انت حاجه عاديه محدش هيتفرج عليك بالظبط، وفي نفس الوقت هي مش حرب على فكره. ايه يعني لما اقعد اتفرج جنب واحد زملكاوي هنبسط احتفلت في وشك، وانت لو كنت كسبت كنت هتحتفل في وشي عادي، وهي دي الكوره، هي دي حلاوتها، احنا بنحتفل في الماتش وعايز اضايقك وعايز اكسبك، واكيد انا عندي يعني اولويه لفريقي يعني، وبقول ده للناس، ولكن الخسران بيزعل والكسبان بيكسب، وفي الاخر بعد الماتش رجعنا اصحابه شغالين وزي الفل. ربنا يفرحك على طول يا رب، ما انت عارف يا رب احنا رياكشناتنا حلوه، تعالى اتفرج معانا دايما يا رب. طبعا سعداء بيك يا مروان، سعداء بيك يا رامي، يعني ان شاء الله ما تكونش اخر مره في قناتنا الاهلي، شرفنا بيكم وسعداء بجد بيكم، ان شاء الله المرات الجايه تكون اكتر ومده اطول،
وكلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي قبل مباراه الرجاء منك ومن رامي بقى، اتفضل. ابتدي يا رب. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. انت ما فطرتش يا رامي؟ انا فطرت. امال صوتك واطي؟ انت بتتكلم صوت جماهير النادي الاهلي اللي صوتها بيقول لك ده انا صوتي جاوري ده انا في البيت بيقولوا لي وطي صوتك شويه. لا ربنا يكرم يا رب والله. يعني ماتش صعب طبعا، ماتش صعب ضد اي فريق من شمال افريقيا، بس ربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نكسب. متفائل يا مروان؟ متفائل. احنا اخر بطولتين كسبناهم طلعنا الثاني، فده تفاؤل خير جدا، مش مشكله. الاهلي قادر ان هو يعدي اي حاجه. متفائل بموسيماني، الراجل بصراحه دايما بيوعد جمهور الاهلي وبيورينا ان هو في الماتشات الكبيره بيقدر يحضر لها صح، بيقدر يكون موجود. وجمهور الاهلي فعلا زي ما الاهلي مطالب ان هو يكون في الاستاد هيفرق جدا جدا جدا، لان اقوى حاجه عند الفرق العربيه هي جمهورها، فلازم جمهور الاهلي العظيم ده يكون موجود ورا جمهوره سواء في الملعب او في البيت او في اي حته. نورتونا وشرفتونا وسعداء بيكم جدا، وان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء بينا باذن الله. ان شاء الله شرف لينا وانبسطنا بالحوار الجميل. شرف لينا. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل، عشان بعد الفاصل نستقبل نجمنا اللي عايز يساله، اللي عايز يوجه له سؤال. احنا جاهزين. اروح لمين؟ ايهاب امين بعد الفاصل.